أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة إسام العريض مصنع أرمسل، وذلك في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية في منطقة الحد. وقد أعرب العريض في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير الزياني عن اعتزاز البحرين بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقرا رئيسيا لأعمالها. وقد لفت العريض بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناء على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقعها الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة قد أسهمت في استقطاب كبريات المشاريع العالمية وتوطينها في مملكة البحرين. كما أكد العريض التزام الحكومة بخلق بيئة جاذبة وداعمة للشركات العالمية الرائدة. هذا وتعد أرمسل أحد الشركات العالمية في مجال توفير المواد الرغوية المرنة لأسواق المعدات العازلة والمواد الرغوية عالية الأداء هندسيا. طبعا في البداية أبغي أبين أن 2019 ولو أن احنا تونا في شهر فبراير بس بدت بداية طيبة بافتتاح أكثر من مصنع، وهاي واحد منهم. المصانع عادة يعني تنتقل أو تفتح في أماكن في مكان معين لإقامة مصانعها، أساس تأخذ في الاعتبار عدة أمور اللي هي أمور الانسنتيفز أو الحوافز اللي تقدمها البلد للمصانع. وأعتقد البحرين تقدم حوافز جدا ممتازة لجذب المصانع. الشيء الثاني والمهم جدا هو تعامل المصنع مع الجهات الرسمية. بدون شك من تصوري أنا أن القطاع الصناعي في البحرين يعتبر من أكثر القطاعات من ناحية الاستدامة، من ناحية جودة الانسنتيفز اللي تقدمها الحكومة، من ناحية جودة اليد العاملة، من ناحية الكمبيتيتيفنس أوف تكاليف الإنتاج، من ناحية القوانين اللي تسهل عملية تنظيم تسجيل الشركات وترخيصها في البحرين. بالإضافة إلى ذلك طبعا لا شك أن التعاون المشترك والجهود الموحدة بين مجلس التنمية الاقتصادية وكل الجهات. طبعا المصنع راح دور تمكين في في في, في المصنع هو دور كان في تمويل تأسيس هذا المصنع، وبالإضافة أيضا تمويل، والأهم من هاي طبعا تمويل توظيف البحرينيين. حاليا احنا عندنا يعني على حسب العقد بيننا بين شركة أرمسل توظيف ما يقارب تقريبا 30 بحريني، وحاليا تم توظيف 12 إلى 13 بحريني. أعلن كل من صندوق العمل تمكين وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن إطلاق أول برنامج تدريبي من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في إعداد وبناء الكفاءات التخصصية في مجال التكنولوجيا المالية. ويأتي إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأمريكية، أحد أبرز مؤسسات التعليم العالي العريقة في الولايات المتحدة، لتقديم برنامج تخصصي متكامل يقوم على تعزيز قدرات الابتكار والإبداع في صناعة التكنولوجيا المالية وتأهيل صف ريادي في المنطقة من الكوادر البحرينية المتخصصة. وقد أكد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد سعد خلال مؤتمر صحفي أن صناعة التكنولوجيا المالية تمثل اليوم أحد القطاعات التنموية الواعدة في تنمية الاقتصاد الوطني، فيما أكد الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم جناحي على القيمة المنطوية على تعزيز موقع مملكة البحرين الريادي في المنطقة في قطاع التكنولوجيا المالية. أعلنت بورصة البحرين عن إدراج 8 إصدارات في سوق أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 511 مليون دينار بحريني صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأسعار فائدة تتراوح بين 4.23% و 4.88% ولفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهر. وبهذه الإدراجات يصل عدد إصدارات أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل المدرجة في بورصة البحرين إلى 12 إصدار تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 911 مليون دينار بحريني.
والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم على ارتفاع بنسبة 0.37% مقفلا عند مستوى 1408 نقاط، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4,608,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,284,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 89 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.47% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8633 نقطة بارتفاع نسبة 0.11%، وذلك عائد بشكل رئيسي لارتفاع قطاع الخدمات الاستهلاكية والبنوك. ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض نسبة 0.22% وأغلق عند مستوى 5439 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاع الرعاية الصحية. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما نسبته 0.12%، وذلك بقيادة تقدم أسهم قطاعي الخدمات والصناعة، فيما أقبل السوق دبي المالي متقدما بنسبة 0.56%، وذلك عائد لارتفاع كبير لمؤشر قطاع البنوك. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض نسبة 0.20% مع تأثير من تراجع غالبية مؤشرات البورصة العمانية. كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات. وقالت الهيئة إن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، متوقعة انطلاق خدماته قريبا. وبينت الهيئة أنها تعمل حاليا على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إرساء عقد لإنشاء عدد من الجزر الاصطناعية ضمن مرحلة التطوير الأولى لامتياز غشا وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام. وفازت شركة الجرافات البحرية الوطنية بالعقد الذي تبلغ قيمته 5 مليارات درهم، وذلك بعد مناقصة اتسمت بالتنافسية. وأوضحت أدنوك أن المشروع سيحقق قيمة محلية مضافة بنسبة تزيد عن 70% من قيمة العقد، وستقوم الشركة الفائزة بإنشاء 10 جزر اصطناعية وجسرين، إضافة إلى توسعة إحدى الجزر القائمة وهي جزيرة القاف. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. أرباح شركة تويوتا تنخفض بأكثر من 80% خلال الربع الثالث من العام المالي للشركة. قال وزير المالية المصري محمد معيط أن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن وتسير نحو مستهدفاتها في موازنة 2018-2019، مشيرا إلى نجاح جهود السيطرة على مستويات الدين المحلي والخارجي. وأضاف في لقاء مع قناة العربية أن تراجع معدلات البطالة والتضخم وارتفاع النمو الاقتصادي والسيطرة على الدين وتنمية الموارد كلها عوامل ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية حول أداء
الاقتصاد المصري. النت بلس يعني او الناتج الايجابي $900 مليون في يناير. ده رقم يعني الفتره اللي فاتت كان زي ما انت شايفه كده كانت الاسواق العالميه مضطربه وكان الوضع ما كانش كده، لكن الحمد لله في ازدياد في شراء الاجانب وبيغطوا احيانا 50% و100% من العطاء اللي بننزل بيه. وإلى أوروبا، حيث حذر خبراء اقتصاديون من أن الاقتصاد البريطاني قد يتجه نحو الكساد لسببين على الأقل، أكثرهما خطورة هو عدم وضوح الرؤية بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية. ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة IHS ماركت كريس ويليامسون قوله أن السبب الآخر هو التباطؤ الاقتصادي العالمي عموما. وحذر ويليامسون من أن اقتصاد بريطانيا قد لا يحقق أي نسبة نمو في الربع المالي الحالي، وكان مؤشر أداء قطاع الخدمات البريطاني تراجع بنسبة 50% وبالكاد حقق أي نسبة نمو. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي آخر أخبارنا الاقتصادية، انخفضت أرباح شركة تويوتا بأكثر من 80% خلال الربع الثالث من العام المالي للشركة. وقالت شركة تصنيع السيارات اليابانية في بيان إنها سجلت صافي أرباح بقيمة 180.91 مليار ين في فترة الأشهر الثلاث المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 941.84 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي.